أهلا بكم في فيديو جديد. أول ظهور للسعودي عبد الرحمن المطيري بعد خروجه من السجن. تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مجموعة من الصور ظهر فيها مشهور سناب شات السعودي عبد الرحمن المطيري، وذلك بعد غياب استمر فترة عن موقع التواصل الاجتماعي. وحرص محب المطيري على الترحيب بعودته التي جاءت بعد قرابة الشهرين، وذلك في أول ظهور له وفق ما قيل بين محبيه عقب خروجه من السجن إثر عقوبة كان يقضيها بسبب حفله المخالف لإجراءات كورونا. ويأتي هذا بعدما أثار اختفاء نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن المطيري تساؤلات من قبل متابعيه، حيث كان آخر ظهور له عبر حسابه على موقع تويتر مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.